بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمما من الله تبارك وتعالى به علي أني لم أقصد حضور مسرحية هزلية في حياتي، وأرى هذا من الأشياء التي لا تليق، وأن الإنسان ما خلق للهزل، إنما خلق للجد. ولا بأس بشيء من الدعابة والطرفة التي تلين القلوب، فلماذا لا أحضر مثل ذلك المنكر الذي أراه منكرا؟ لأن لدي غنية في بعض المتذاكين ممن ينسبون أنفسهم إلى العلم حينما يأتون بأشياء تضحك منها الثكلى. لذلك هذه الحلقة حلقة مميزة، وهي علاج لمن يعاني من الاكتئاب. وهي بمثابة الباطل الذي يروح به عن النفوس، ليس الباطل الممنوع الحرام، لأن المراد به الباطل يعني هكذا الهزل وهذه الأشياء. وهو في بعض إجماعات عجيبة صنفها شخص يطالب بتجديد أصول الفقه، وقد كتب شيئا من ذلك، يتهم علماء الأمة بعدم الفهم، ويتهمهم بأنهم تأثروا بالفلسفة، ويتهمهم بأنهم لوثوا علم الأصول، فجاء لينقي هذا العلم. دعني الآن من تجديده الأصولي العجيب، ودعني من فهمه لكلام الأمة، وقد بينا طريقته الساذجة الغبية في فهم كلام الحنفية وفي رده عليهم، لا يفهم كلامهم ويرد عليهم. الآن الإجماع من الأصول، وقد صنف فيه عدد من أهل العلم. الآن سنقف مع كتاب وليد راشد السعيدان المسمى تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع، فشنفوا أسماعكم، شنفوها، لأنها أمر تشنف به الأسماع، ولكن ليتأكد كل واحد من الحاضرين إلى أن ظهره مستند، حتى لا يستلقي من الضحك على بعض الإجماعات العجيبة التي أتى بها هذا المغرور. الكتاب مرقم بالأرقام، كل إجماع له رقم، لذلك لن أذكر الجزء والصفحة، يكفينا رقم الإجماع. إذا أردت أن ترجع بسهولة ترجع ليه إلى كتاب تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع، ونبدأ بالإجماع رقم 70، وأجمع على قبول خبر الواحد في الاعتقاد إذا صح سنده. من هم الذين أجمعوا هؤلاء؟ من هم الذين أجمعوا على قبول خبر الواحد في الاعتقاد إذا صح سنده؟ قلنا نحن المعتمد أن خبر الواحد يعمل به في الاعتقاد وفي العمل، يعمل. أما الاعتقاد الجازم فهذا غير ممكن أصلا. لماذا؟ لأنه ظني، وأنت تريد أن تبني عليه عقيدة قطعية وتكفر من يخالفها، لذلك هذا غير ممكن أصلا. أجمعوا يعني يريد ماذا؟ إخراج الكثرة الكاثرة من علماء أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية إلى آخره. إجماع 75، وأجمعوا على أن الصفات تعلم من جهة معانيها وتجهل من جهة كيفيتها وحقائقها التي عليه في الواقع. أنا فاتني أمر في التقديم. الإجماع الذي كتب فيه ابن حزم، وكتب فيه ابن المنذر، وكتب فيه علماء الأصول، وقال عنه الشافعي من قبل لا يسع إنسانا غير مغلوب على عقله إلا أن يقبله، وهو إجماع الكافة، مستحيل أن يكون هذا إجماع الكافة، ولا إجماع الأئمة الأربعة، بل ولا إجماع العترة النبوية عند الشيعة، بل ولا إجماع أهل المدينة عند مالك.
بل ولا إجماع، يعني أي إجماع من الإجماعات الحقيقية، إلا اللهم إذا كان الإجماع الذي ذكره من قبل وعلقنا عليه علي الحلبي حينما قال ابن باز وابن عثيمين والألباني لا يبعد. إذا إنسان ادعى إجماعهم فهؤلاء يهنوا أهل الإجماع. إذا كان يعني إجماع هؤلاء الثلاثة، وعلى فكرة الوهابية يفعلون هذا، يفعلونه ويستبطنونه، صرحوا به أم لم يصرحوا، عند ذلك سيكون هذا مثالا واضحا على إجماعات السلف الصالح الذين المراد بهم الباني وابن باز وابن عثيمين. أجمعوا على أن الصفات تعلم من جهة معانيها وتجهل من جهة كيفيتها وحقائقها التي عليه في الواقع. ما مستند هذا الإجماع؟ رواية ضعيفة أو موضوعة، والكيف مجهول. 10 رواية صحيحة عن مالك تقول ماذا؟ والكيف غير معقول، وتقول بلا كيف. تركوها جميعا هؤلاء المجمعون. من هم الذين أجمعوا؟ هؤلاء الثلاثة. وأجمعوا على أن الكلام في الصفات كالكلام في بعضها. من المجمع هنا؟ ابن تيمية وحده في التدمرية جعله إجماعا. كيف؟ ببعض التلبيس سمى المتشابهات سماها صفات وهو يراها محكمة. إذا ما دام هي صفة ومحكمة، إذا فالقول في بعض الصفات كالقول في كل الصفات، هذا من التلبيس. وأجمعوا على أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، أيضا من قواعد ابن تيمية، يعني إجماعات ابن تيمية مع نفسه. وأجمعوا على أن الإيمان بعلو الله تعالى وسمعه وبصره ووجهه ويده وساقه وأصابعه، لاحظ شو التلبيس، تلبيس علو الله بلا شك لا خلاف فيه، سبح اسم ربك الأعلى. أما العلو المادي الذي يقول به الوهابية هذا لا نعرفه من صفات الله تعالى، العلو الحسي. السمع والبصر صفات مجمع عليها قطعية، لأنها اسمع ووجهه ويده وساقه وأصابعه وغير ذلك من الصفات. طيب البخاري حينما يؤول الوجه ماذا تفعل به؟ ليس يعني لا يعتد بخرق البخاري أو أنه خرق إجماع الثلاثة هؤلاء، لا أدري. الساق في تأويل ابن عباس ذاته للساق، هذا ليس من أهل الإجماع ابن عباس، أصلا الروايات فيها مختلفة. رواية البخاري تقول ماذا عن ساقه، ورواية مسلم تقول ساق، ورواية مسلم موافق المل القرآن يوم يكشف عن ساق، فهي أقوى من هذه بلا شك. ومعروف أن عناية مسلم رحمه الله بالألفاظ، الإمام مسلم بالذات أشد عناية، أكثر المحدثين عناية بألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء عادة يختارون يقولون واللفظ لمسلم، يعني لفظ مسلم أدق، وإن كان البخاري أصح من حيث الشروط. إذن أجمعوا البخاري وأول وجه هذا ليس داخل في الإجماع، وابن عباس يؤول الساق ليس داخل في الإجماع، فضلا عن قاطبة علماء، عن علماء أهل السنة قاطبة، هؤلاء جميعا لا يعتدون بهذا الإجماع العجيب. أجمع على الإيمان بهذا الإجماع 83، أجمع على أن الإيمان بعلو الله تعالى وسمعه وبصره ووجهه ويده وساقه وأصابعه وغير ذلك من الصفات، مع الاعتقاد الجازم على أنها على ما يليق به جل وعلا. الإجماع 89، وأجمعوا على أن الله تعالى موصوف بالكف على ما يليق به. أجمعوا على أن الله موصوف بالكف، هل الكف صفة؟ أخبروني. جاءت في الحديث نعم، لكن هل جاءت على أنها صفة؟ هل يوصف إنسان بأنه كف؟ حيوان يوصف بأنه كف؟ الكف عضو بعض يحال، محال أن يوصف الله تعالى به، لكن هذا اللفظ أضيف إلى الله، إذن له معنى يليق بالله سبحانه وتعالى، ما هو لا نعلمه. الإجماع 90، أن الله أنه تعالى موصوف بالعين على ما يليق به، هل العين صفة؟ نفس القضية، الصفة هي البصر، العين هذه لفظ متشابه. نستمر. الإجماع 92، وأجمعوا على أنه يتكلم بما شاء كيف ما شاء متى شاء، وأن كلامه بحرف وصوت يسمعه من يشاء، وأنه قديم النوع حادث الأحاد، كلام ابن تيمية وحده لا شريك له في هذا. أجمعوا أن كلام الله قديم النوع وحادث الأحاد، هذا مخالف لمعتقد أهل الإسلام.
الله متكلم بلا شيء بلا شيء يعني بلا خلاف. وكلم الله موسى تكليما، يتكلم بما شاء وكيف ما شاء متى شاء. والكلام قديم النوع حادث الآحاد، يعني يحدث كلام الله تعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. عقائدهم الزائغة يجعلونها جماعات، وأن الأمة أجمعت على أنه يتكلم بحرف وصوت، الأمة أجمعت بهذا، يعني أخرج أهل علماء السنة قاطبة جميع علماء الحنفية أخرجهم، وجميع علماء الشافعية أخرجهم، وجميع علماء المالكية، وأكثر علماء الحنابلة أو كثير من علماء الحنابلة أخرج الأشاعرة والماتريدية قاطبة. لماذا؟ هؤلاء المساكين يعيشون في ضلالهم القديم. الإجماع 97، أجمعوا على أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هل هذا إجماع؟ هل هذا محل إجماع؟ يعني الماتريدية ليسوا من أهل الإجماع؟ الحنفية أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه خرجوا من القصة تماما؟ وأجمعوا على تحريم بناء القبور على المساجد. من هؤلاء الذين أجمعوا؟ من نقل إجماعهم من السابقين؟ الصحابة مثلا حينما بنوا على أبي بصير ذلك القبر مثلا، واتخذوا على قبره مسجدا. عد إلى كتاب شيخ مشايخنا العلامة أحمد بن الصديق الغماري، إحياء المقبور في بناء المساجد على القبور، لتجد في المسألة ثمانية أقوال. لاحظ ثمانية أقوال، ويقول أجمع أخونا هذا، أجمعوا على بدعة تقبيل أي جزء من أجزاء الأرض إلا الركن الأسود فقط، وتقبيله من باب الاستثناء لا طلبا للبركة، فإنه حجر لا يضر ولا ينفع، إن من بركة في اتباع السنة. أجمعوا على بدعة تقبيل أي جزء من أجزاء الأرض. من هذا من علماء أئمة السلف نص على هذا؟ الذهبي حينما يتحدث عن ليس عطاء بن أبي رباح حينما يقبل المنبر الحادث، متى؟ عطاء تابعي. والذهبي حينما يتحدث عن شيء من ذلك، أجمع من أجمع؟ أجمع أجمعوا أجمعوا لاحظ شو اسمع 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 أجمعوا على أن ماذا؟ وحتى الحجر من باب الاستنان فقط لا طلب للبركة، يا لا تتبرك ببيت معظم، إن هذا محل بركات. يعني طبعا الوهابي يفهم بركة يعني عبادة، وهكذا يفهم العقل الوهابي هكذا، ما دام أتبرك إذا أعبد الحجر. قبلناه مرات كثيرة طلبا للبركة. البركة ما هي؟ تبركا بالأفواه التي قبلته من أيام سيدنا رسول الله فنازلا من الصحابة والتابعين. يكفي أن يعني أن أفواهنا أصابت مكانا وقع عليه فم المصطفى عليه الصلاة والسلام. هل يوجد بركة أعظم من هذا؟ هذا هكذا، هذا الشرك عند الوهابية. وأجمع الصحابة والتابعون على أن شد الرحال إلى بقعة نقصد تعظيمها بدعة منكرة، فلا يجوز شد الرحال إلى بقعة بقصد التعبد بها فيها إلا للمساجد الثلاثة فقط، وهذا باتفاقهم. المعلوم عند العلماء أن ابن تيمية خرق إجماع العلماء. الآن لاحظ الخارق الإجماع جعله إجماعا. هل قرأ هذا المسكين كتاب السبكي شفاء السقام في زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بدعة منكرة شد الرحال، بدعة لابن تيمية لم يفهم الحديث أو خالف به الإجماع أو تعسف في تفسيره، يعني نقول لا يفهم، كبيرة هذه، يعني واضحة جدا. إن استثناء مفرغ، الإمام ابن هشام يقول بإجماع العلماء يجب أن يؤول المستثنى منه. وأجمعوا على جواز التداوي بأبوال إبل. الله يخرب بيتك أبو حنيفة، شو الموضوع هذا؟ وأصحاب أبي حنيفة هؤلاء لا يعتد بخلافهم، لا يعتد بخلاف أبي حنيفة،
وأصحابه الذين يرون هذا الأثر قريبا من النسخ يقول شبه المنسوخ هكذا، لأن حديث استنزه من البول عام منه وهو عام، وخبر عرانيين خاص، والعام يقدم على الخاص، خاصة أن خبر عرانيين فيه تمثيل وكذا يدل على أنه في أوائل الإسلام قبل أن ينهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التمثيل والمثلة. أبو حنيفة لا يعتد به. شوف الجرأة، الجرأة على العلماء. أبو حنيفة ثلاثة أربعة علماء يتبعونه، لاحظ العقلية الوهابية كيف أجمعوا، يعني ما دام هو وحده خلاص أجمعوا. أنا أحترم قول الشافعي رضي الله عنه بأنه يجوز التداوي بالنجاسات، وأحترم قول مالك وأحمد بأن هذا طاهر، ولكن الشافعي قال نجس لكن يجوز التداوي به، ولكن لم يحصل إجماع. وأجمعوا على أن طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز البتة بعد وفاته. أجمعوا. من هم الذين أجمعوا؟ والصحابة الذين وقفوا عند قبره الشريف وقالوا استسق لنا يا رسول الله. وقد ذكر هذه الحادثة الحافظ بن كثير وحكم على إسنادها بأنه جيد، وصحح إسناد الحافظ بن حجر العسقلاني. أجمعوا أجمعوا وأجمعوا على أن كل حديث يروى في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبيه أو قبر أحد من أولياء على الخصوص فهو مما لا تقوم به الحجة. أجمعوا. هذه عند الوهابية رهاب القبور. في نعم عدة حديث ضعيفة في هذا الباب صحيح، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى بعض أصحابه، والأمة أجمعت على أن زيارة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام من أعظم القربات. يعني هنا كلام الأخ هذا إذا قصد تضعيف الأحاديث المشهورة فالأمر يسير، لا نقف عنده كثيرا. الإجماع الرابع والستون ليس على الترتيب. يقول وأجمعوا على أن الفهم المطلق الموجب للامتثال والاتباع ليس بشرط في قيام الحجة، وأجمعوا على أن مطلق الفهم شرط في قيام الحجة. قواعد ما أنزل الله بها من سلطان. يعني لا يجب عليك أن تفهم كامل حتى الخبر حتى تقوم عليك الحجة، يعني أدنى فهم يتم الأمر. وهذا الذي يستعيه الوهابية قاطبة، يأخذ الحديث ويفهمه على طريقته ويلقيه للناس. قال وأجمعوا على جواز التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. كثر خير هنا في حياته، ولكن بعد وفاته. من الذي قال في هذا الإجماع؟ لا أحد. ابن تيمية وامثاله، وصار وهابي على طريقته. وأجمعوا على الإجماع رقم 20 أيضا الأمام على أن بركة الزمان وبركة الأماكن التي دل الدليل على أنه بركة أنها بركة معنوية لازمة لا ذاتية متنقلة. وأجمعوا على المنع من الطواف حول القبور، واتفقوا على أنها بدعة منكرة وموبقة عظيمة. أجمعوا على بركة الزمان، ها، بركة معنوية لازمة، إيش لازمة؟ لا ذاتية متنقلة، هكذا ينبغي أن يقول غير لازمة، ربما تكون قد تكون النسخة هكذا غير لازمة، قد يكون خطأ من جهتنا، فيعني إذا أخطأنا فنعتذر. لكن أجمع العلماء على أن بركة الزمان وبركة الأماكن بركة معنوية لا ذاتية متنقلة، يعني يريد أن البركة فقط في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. أجمعوا على المنع من الطواف حول القبور، واتفقوا على أنها بدعة منكرة وموبقة عظيمة. هي الطواف حول القبور على سبيل العبادة للمقبور هذا شرك مخرج من الملة، لا خلاف بين المسلمين في هذا الأمر. إذا كان يقصد هذا
فلا حرج. أما أن مجرد الطواف بالقبر هذا بدون عبادة ولا قصد العبادة يكون هذا حسب حالة الشخص. إذا نوى التعبد بهذا فيكون قد أحدث في دين الله ما لم يرد وهذا ممنوع. إذا قصد التبرك والاحترام بدون قصد العبادة ولا إنشاء عبادة فهذا ليس كما قال. أجمع على تحريم الحلف بالمخلوقات. أجمعوا وقول الإمام أحمد في بالتوسل بالنبي بالحلف بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل به؟ أم الإمام أحمد ليس من هالإجماع؟ وأجمع على أن مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي للحكم بالدخول بالإسلام. هذه بدعة الربوبية والألوهية اخترعها الوهابية. التفريق بينهما عند أهل السنة متلازمة، الإلهية والربوبية، الربوبية تستلزم الألوهية والألوهية لا تكون إلا للربوبية الحقيقية. فبدعة الوهابية هذه جعلها إجماعا. يا جماعة عودوا إلى كتب الإجماع الحقيقي. الإجماع ليس بهذا الهزال، يكون باستقراء علماء كلام أهل العلم. يعني حينما كتب ابن المنذر إجماعه أصاب فيه أو أخطأ، قام بالاستقراء على طريقته هو. حينما قام ابن حزم، حتى إجماعات ابن حزم أدق، لأن ابن حزم تقريبا لا يجاوز إجماعات الصحابة في كتابه مرات الإجماع. والعلماء الذين ينقلون إجماعات حتى تكون إجماعات محترمة وحقيقية لابد من الاستقراء التام لمذهب أهل القبلة. ماشي حتى لو قول لا يعجبك، قول لا يعجبك أنت، لكن لا تقول إجماع. لا يعجبني قول ابن عباس في بعض ما شذ عنه من المسائل لا أريد أن أذكرها حتى يعني لا تحصل بلبلة، هذا لا يعجبني، ولكنه لا تستطيع أن تقول إجماع الصحابة. وما من إمام من الأئمة إلا له اختيارات، هذه اختيارات قد تخالف الجمهور. فدعوى الإجماع ليست بهذه السهولة. والإمام أحمد ذاته رحمه الله روي عنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب. بينا هذه العبارة وشرحناها في أكثر من موضع، المراد به الدعاوى مثل دعوى أخينا هذا. أما الإجماع الحقيقي موجود، لكن إمام أحمد قال من ادعى الإجماع، يعني هذه دعوة إجماع، هل قام بالاستقراء؟ لا. خلاصة الأمر إذا كان يقصد أجماع الثلاثة شيوخ الوهابية فهذا نعم يسلم له على أنه إجماع أئمة الوهابية. فينبغي أن يقول ماذا؟ تشنيف الأسماع ببعض مسائل الوهابية في الإجماع أو ببعض دعاوى الوهابية للإجماع، عند ذلك يصح الكلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.